السلام عليكم جميعا، أتمنى أنكم استفدتم من الدرس الأول، وخلونا نبدأ بالدرس الثاني من تعلم RGS بثلاثة مراحل. أول شيء خلينا نفتح برنامج الأرك ماب، نروح على قائمة الإبداء، نكتب أرك ماب، ننتظر قليلا حتى يفتح البرنامج. مباشرة احنا راح نفتح مشروع جديد، هذول المشاريع السابقة موجودة، احنا بدنا نفتح مشروع جديد، نحط كانسل. نفضل انك تعرف نظام الاحداثيات المتبع حسب بلدك. عندنا في فلسطين نظام الاحداثيات المترية بلستاني جريد 1923. كيف نقدر نعرف الارك ماب نظام الاحداثيات؟ عندنا اول طريقة، نكتب اختصار رقم نظام الاحداثيات 28191، نحكي له اوكي، أو نقدر نعمل عملية بحث على النظام. نروح على الفولدر بروجكت كوردينيت سيستم، على ناشونال جريدز، على قارة آسيا، نكتب هون فلسطين 1923 فلسطيني جريد، نحكي اوكي. الدرس الثاني بنتعلم ار جي اس بثلاثة مراحل بعنوان الارجاع الجغرافي جيرو فرانسينج لمخطط حوض يضم عدد من القطع. ان صورة ورقية للحوض، تم عمل سكانر مسح ضوئي وحفظه داخل ملف على الجهاز الحاسوب. ان خمس احواض لقرية سردة من محافظة رام الله والبيرة. الحوض اللي فتحناه قرية سردة، الحوض رقم 4، اسم الحوض ظهر مسلم. عشان نقدر نعمل إرجاع جغرافي لهذا الحوض، لزمنا ملف أوتوكاد موجود بداخله نقاط للمثلثات اللي عن طريقهم نعمل إرجاع جغرافي للأحواض الخمسة. ملف النقاط المثلثات موجود عندنا بصيغة DWG أوتوكاد. نضيف ملف الأوتوكاد على الأرك ماب، نشوف منطقة معينة نعمل عليها زوم، نعمل زوم أكثر. بنلاحظ شغلة مهمة جدا، إنه الكتابات مش واضحة، عندنا كتابة ضخمة أو كبيرة، وعندنا كتابة صغيرة جدا ولون غير واضح. لذلك يفضل انه نحول ملف الاوتوكاد للارك جي اي اس. بنروح على ملف الاوتوكاد، نعمل له رايت كليك، نعمل اكسبورت، يا بنعمله لفيتشر كلاس يا بنعمله شيب فايل. الافضل نعمل الاكسبورت لجي داتابيس عشان تكون على شكل فيتشر كلاس. طبعا نختار الجيو داتابيس اللي بدنا نسيف فيها الفيتشر كلاس، نختار مكان الحفظ داخل جي داتابيس والفيتشر داتا سيت، نختارها ونحط اد، نكبس اوكي. بعد ما تمت عملية تحويل الاوتوكاد لجي اي اس، بظهر عندنا خمس لايرات. من الخمس لايرات احنا ما بيهمنا الا طبقة واحدة وهي البوينت. نعمل ريموف للطبقات اللي ما بيلزمونا، نفتح الاتريبيوت، بنلاقي مليلز ما بيلزمونا، راح نعملهم ديليت فيلدز. بعد ما تم حذف جميع الفيلدز اللي ما بدنا اياهم، نرجع لطبقة الانوتيشن من ملف الاوتوكاد، نعمل زوم سريع. الكتابات الموجودة هون بدنا اياهم على طبقة البوينت، فنعمل على الاداة الانالايز تولز، صندوق الادوات تبع الانالايز تولز، نروح على الاوفرلي سبيشال جوين. طبقة الهدف، احنا الطبقة اللي بدنا نعطيها البيانات او الداتا طبقة النقاط.
البيانات بدنا اياهم الانوتيشن، نختار اخر خيار من الماتش اوبشن، نضغط على زر اوكي، تمت العملية سبيشال جوين. نفتح الطبقة الجديدة من النقاط، في عنا الريف نيم وفي الداتا. أعزائي المشاهدين والمتابعين، بعد ما صار عنا لاير من نوع بوينت باسم كنترول بوينت اللي راح نستخدمها في الإرجاع الجغرافي للصور المخططات اللي عنا، راح نعمل تيست سريع عنا تريك بي بي 318. لو رحنا على الارك ماب على قائمة سيلكشن، سيلكشن سيلكت باي اتريبيوت، الاثنين يساوي جيت يونيك فاليوز، نكتب بي بي 318، نختارها ونحط اوكي. هاي النقطة او هاي المثلث المطلوب. مشاهدين الكرام، وصلنا لآخر خطوة وهي الأهم، الدرس الثاني من دورة تعلم RGS بثلاث مراحل. بعد ما وصلنا لطبقة الكنترول بوينت، قمت بإضافة صورة الحوض غير معرف جغرافيا عن طريق الـ Add Data، بختار الحوض أو صورة الحوض. من شريط التول بار بنضيف الأداة الخاصة بالإرجاع الجغرافي. بعدها نعمل زوم تو لاير على صورة الحوض، نقوم بتصحيح النقاط داخل المثلثات باستخدام طبقة الكنترول بوينت. ملاحظة هامة، دقة الإرجاع الجغرافي ليست كاملة، والسبب أننا نقوم بمسح ورق وليس مسح ميداني، لكن نقرب إلى الواقع قدر الإمكان من خلال وضع الكنترول بوينت. عندنا وجود هذا المثلث، نختار الأداة Add Control Point، القائمة Selection نختار Select by Attribute، نكتب رقم المثلث، بعدها نعمل Zoom to Select. عن هيك صححنا أول نقطة، نروح على نقطة خاطئة ثانية، نختارها هون بنفس الطريقة السابقة، نعمل سيلكت النقطة اللي راح تكون قريبة، نقطة ثالثة، هيك عملنا ثلاث نقاط. نعمل النقطة الرابعة، الأداة View Link Table نقدر نشوف النقاط التحكم اللي وضعناها ونعدل عليهم، نحذف ونضيف. بالإضافة في عنا نسبة الخطأ، نسبة الخطأ يعني مستحيل إنها تكون 0.00. ليش؟ لأنه إحنا زي ما ذكرت سابقا إحنا مسح ورقي وليس مسح ميداني. عنا الحوض اللي عملناه له إرجاع جغرافي، وخلونا نتأكد من دقة الشغل ودقة القياسات الموجودة داخل هذا الحوض. من خلال الأداة القياسات نضع نقطة في وسط الدائرة، لوسط الدائرة الثانية إنها 2 سنتي نسبة الخطأ. من النقطة هاي للنقطة هاي
عندنا 25 متر و4 سنتي، وبالأداة القياس طلعت عندنا 25 متر و5 سنتي، يعني نسبة الخطأ سنتي. نروح ناخد منطقة ثانية، ثلاثة وثلاثين متر، نشوف قديش تطلع معنا. هاي بالضبط 33 متر. بعد ما خلصنا تصحيح النقاط وتأكدنا من شغلنا وتأكدنا من نسبة الخطأ وجدناها أقرب إلى الواقع والنسبة المقبول فيها، بضل عنا نعمل تصدير للشغل. من قائمة جي ريفرنسينج نضغط على ريكتيفاي، نختار اللوكيشن تبع الاوتبوت، راح اتركه مثل ما هو، نسميها سردة 04 REC، اختصار ريكتيفاي. نعمل سيف. نخفي اللايرات الموجودة عندنا ونعمل Add Data. هاي الصورة اللي عملناها ريكتيفاي، مجرد ما نعملها Add تظهر في المكان الصحيح وبالإحداثيات الصحيحة. وهيك وصلنا لنهاية الدرس الثاني، بتمنى أنكم استفدتم من الدرس، وأي استفسار أو مساعدة تعليق صغير منكم بقدر أساعدكم، وشكرا لكم على المشاهدة. لا تنسى تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير الفيديو لتفيد أي شخص حابب يتعلم على RGS. رابط القناة على الفيسبوك أسفل المقطع تجدوه. وشكرا للمشاهدة، والسلام عليكم.